الفترة اللي فاتت كلنا شفنا مشكلة حسين الشحات ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز اللي مستمرة مع من نهاية الموسم اللي فات، وشفنا آخر حاجة وهي قرار اتحاد الكورة بإيقاف محمد الشيبي 6 مباريات وغرامة 100,000 جنيه بسبب مخالفة اللوائح باللجوء للقضاء المدني ضد حسين الشحات في مسألة تخص كرة القدم. النهاردة بقى المركز الإعلامي لاتحاد الكورة أعلن إن الشيبي عمل استئناف على قرار إيقافه ل6 مباريات للجنة الاستئناف برئاسة المستشار محمد عبده، وبناء على الاستئناف ده محمد الشيبي هيشارك بشكل طبيعي مع بيراميدز وهيتم إيقاف العقوبة لحين الفصل في الأمر. إيه اللي بيحصل ومين السبب في تطور مشكلة الشحات والشيبي؟ هو السبب الأساسي اللي احنا كلنا عارفين هو اتحاد الكورة طبعا. نعم. اتحاد الكورة من البداية يعني احنا كلنا شفنا قدام عينينا اعتداء واضح من الشحات على الشيبي. هذا اعتداء يعني اعتداء ملوش دعوه بالكوره وملوش دعوه بالرياضه وملوش دعوه باي حاجه. فابسط حدود العقل يعني انك انت العقوبه تكون عقوبه واضحه، ما ينفعش يعني واحد يضرب حد في الملعب بالقلم بالشكل اللي احنا شفناه حتى لو حصل ايه في الملعب، لان خلي بالك في الملعب بيحصل حاجات كتير جدا، لعيبه بتكلم بعض بشكل مش لطيف، لعيب بيضحك على لعيب، لعيب يقول كلمة للعيب عشان يستفزه، فلو كل لعيب ضرب لعيب تاني عشان قال له كلمة في الملعب هنفضل مش هنخلص. فقرار اتحاد الكورة لعقاب حسين الشحات أنا في رأيي هو ده اللي عمل المشكلة. طيب النهاردة مشكلة جديدة ظهرت بسبب إن اتحاد الكورة ما أعلنش مواعيد مباريات الكأس اللي اتأجلت بسبب مشاركة لعيبة الأهلي والزمالك وبيراميدز مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم. ما هو يا فندم احنا ما عندناش يعني انا بس يعني اخجل ان انا اقول ان احنا ما عندناش اتحاد كوره عشان احتراما للناس واقاماتهم. واعلنوا النهارده ان ميعاد مباراه الزمالك وبروكسي في دور ال 32 من بطوله كاس مصر هيكون يوم 18 يوليو. بعد الاعلان على طول الكابتن محمد حامد المدير الفني لنادي بروكسي قال انه اتفاجئ بميعاد المباراه رغم اتصالاته المستمره مع اتحاد الكوره، وقال ان فريقه خد راحه من 3 ايام بسبب عدم تحديد ميعاد للمباراه، وقال كمان انهم عندهم 2 لعيبة محترفة سافروا لبلدهم وفي لعيبة تانية عقودها هتنتهي. فسأل سؤال مهم الراجل، سؤال كلنا بنسأله مش كابتن محمد حامد بس، قال ليه اتحاد الكورة ما حددش ميعاد المباراة من فترة عشان نستعد ليها؟ لا ما هو اتحاد الكورة يعني لو افترضنا ان هو بيدير البطولة او هو بيدير اللعبة نفسه، هو مش عارف هو يعمل ايه. يعني الناس اللي بتدير مش عارفة هتحط الماتشات فين وتجيب ماتش الكاس امتى والكلام ده هم مش عارفين. يعني ليه انا يعني دي معضلة بقالنا فيها عايشين بقالنا سنوات طويلة جدا. وكل سنة نقول هنحلها السنة الجاية وما نحلهاش ونفضل في اللي احنا فيه، لكن هنقعد نتكلم على القضايا هتلاقي كتير قوي، كتير قوي احنا مش عارفين ماتشات مين هتتلعب امتى، واللي اتاجل اتاجل ليه، واللي ما تاجلش ليه. لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم. اشكرك شكرا جزيلا هيثم نبيل الناقد الرياضي.